صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل هو فسق أم كفر؟ تكذيب لله ولرسوله، الله مدحهم وأثنى عليهم وأمر بالاقتداء بهم واتباعهم، تبعوهم بإحسان، فهذا يكذب الله ورسوله، يخشى عليه من الكفر. إلا إن كان جاهلا يقلد الناس اللي يسبونهم ولا يدري، هذا يبين له الأمر والتلبيس الذي حصل في حق الصحابة. أما المتعمد هذا يخشى عليه من الكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله الذي والله أثنى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، وهم خير القرون. نعم.